السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنشرح النهاردة الـ Present Simple المضارع البسيط. نبدأ بأول مثال: Alex is a bus driver but now he is in bed sleep. He is not driving a bus, he is asleep. But he drives a bus, he is a bus driver. أوكي، أول حاجة في المضارع البسيط هي الأفعال. الأفعال في المضارع البسيط هي أفعال عادية، لإما تأخذ اس أو اي اس أو اي اي اس حسب الفاعل وحسب الفاعل نفسه. يعني مثلا الأفعال الأساسية بنسميها subject وهي I, we, you, they، والفعل يأتي في المصدر دائما بعد هذه الأفعال، يعني لا يضاف له اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا أي إضافات. I drive، we work، you do، وهكذا. متى يضاف للفعل اس او اي اس او اي اس؟ يضاف للفعل اس اولا اذا انتهى بحرف الاي، ثانيا اذا سبقه فاعل، هذا الفاعل هو he or she او it. اوكي، يعني he drives، اوكي she drives، it drives me crazy. اوكي، او فدي في هذه الحالة يرجى ان تحفظ بعض الافعال، ان بعض الافعال الافعال العادية تنتهي ب s، اما اذا انتهت ب تنتهي ب s ايضا. اما اذا انتهت ب o او x او z او ch او sh يضاف لها ES. نقول تاني، الأفعال التي تنتهي ب O ب X ب Z ب S H ب C H نضيف لها ES، أما باقي الأفعال يضاف لها S. وهناك فعل واحد أو بعض الأفعال القصيرة في اللغة مثل play، هو انتهى ب Y وأضاف له S. أما الفعل study هو انتهى ب Y ولكن عندما يسبقه الفاعل he أو she بنقول studies، ال Y تقلب I E S، ودي بتعتمد على نطق الصوت وليست قاعدة عامة. أوكي، فهذا هي الأفعال وهذه هي الفعل، فاعل والفعل، وإمتى يضاف له اس وامتى لا يضاف له اس. We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly or something that is true in general. بنستخدم المضارع البسيط عشان نتكلم في أشياء عامة. بنستخدمه علشان أو لكي نقول إن هذا الشيء يحدث طوال الوقت أو باستمرار أو عادة ما كل يوم تحدث، أو عن شيء صحيح في العامية، مثلا اسمي زكي، اسمك هكذا، اسمك هكذا، تذهب إلى العمل كل يوم الساعة 7 صباحا. فهذه هي عادات وأشياء تفعلها باستمرار لا تتغير. فهذا هو عبارة هو المضارع البسيط، شيء لا يتغير، شيء ثابت، مواعيد العمل، جداول، مواعيد امتحانات، وهكذا. Nurses look after patients in hospital. تعتني الممرضات بالمرضى في المستشفيات، وهذا شيء عام. نحن نعلم أن كل الممرضات إن كانت في المستشفيات فهي تعتني بالمرضى، فهذا شيء حقيقي، something true in general. I usually go away at the weekends. دائما بذهب للخرجة يعني أو الفسح في نهاية الأسبوع، كل أسبوع يعني، فهذا شيء عاما أو دائما. The earth goes around the sun. تدور الأرض حول الشمس، وهذا شيء أيضا معروف وحقيقة علمية. The cafe opens at 7:30 in the morning. يفتح المحل القهوة كل يوم الساعة 7:30 صباحا. فهذه هي مواعيد العمل في هذا المحل. أوكي، فهذه كل يوم في هذا الميعاد يفتح هذا المحل.
إن تغير هذا الوقت فلن يصبح مضارع بسيط. يعني إذا قال the cup is opening أو تغير الوقت في لحظيا، ما نقدرش نقول إن هذا مضارع بسيط. يجب أن يكون ميعاد ثابت ما تغيرش. يعني إن قلت لك تعالى بكرة الساعة كذا، أوكي، ده ميعاد ثابت. ميعاد الامتحان الأسبوع الحداشر الساعة كذا، ده ميعاد ثابت. أوكي. Remember، تذكر، I work but he works. They teach but my sister teaches. وهنا نرى الفعل teach انتهى ب ch فأضيف له es وسبقه sister. Sister هي تعبر عن الأنثى، والأنثى نعبر عنها في اللغة الإنجليزية بالضمير she. أما الذكر بنعبر عنه باللغة الإنجليزية بالضمير he. He works but she works or she teaches. والضمير هم أو هؤلاء نعبر عنهم بالضمير they. They teach. هم يدرسون. طيب، متى نستخدم صيغة السؤال في اللغة الإنجليزية؟ كما قلنا سابقا أن الأفعال I, we, you, they يأتي بعدها الفعل في المصدر. دي حقيقة، سواء كان إجابة أو سؤال. وأيضا معظم الأسئلة في صيغة المضارع البسيط، هي كل الأسئلة أيضا، يجب أن تكون في المصدر. أي سؤال في المضارع البسيط يجب أن يكون صورة الفعل في المصدر، سواء كان الفاعل he أو she أو it أو I, we, you, they. فالأسئلة دائما في المصدر. فمثلا إن استخدمت do، Do I or do we, do you, do they work? Do I work? Do we work? Do you drive the bus? Do they drive the car? Does he do? Does she do? Does it do something? Okay. ولنعلم أن الفاعل he هو للعاقل أي الإنسان الذكر، وشي ضمير للغائب أيضا الأنثى، وإت ضمير لغير العاقل للأشياء لشيء واحد. مثلا the computer الحاسب الآلي نعبر عنه بإت، it works. You هو ضمير أيضا أو subject يسمى pronouns يعني الضمائر، أوكي، وهو للمفرد وللجمع في نفس الوقت حسب صيغة السؤال أو حسب صيغة الجملة. يعني أقدر أقول You are good people. You are good people. أنتم إناث جيدون. وأقدر أقول You are a good man. أنت شخص أو إنسان طيب. فإذن الضمير you هو يستخدم للمفرد وللجمع حسب الجملة المستخدم فيها. أما بقى الضمائر فمعروف أن الـ I للمفرد، we للجمع، they للجمع، he, she, it للمفرد. تمام. فدي هي صيغة السؤال. طيب، ما هي صيغة الإجابة في حالة الإثبات، وما هي صيغة الإجابة في حالة النفي؟ صيغة الإجابة في حالة الإثبات نقول إذا سئل Do you work؟ أقول I work. Do you play tennis every weekend? Yes, I do. Does he drive the car every day? Yes, he does. في حالة النفي نستخدم هذه الأفعال، نقول do not أو نختصرها في كلمة don't. وأيضا نقول doesn't وهي اختصار لكلمة does not أو للفعل does not. Okay. فأقدر أقول I do not work أو I don't work. We don't work. We do not work. ونكمل الجملة. تمام. فلو إجابة كانت I come from Canada، I هو الفاعل subject، come هو الفعل، from
هو preposition حرف جر. كندا اسم بلد. I come from Canada. أنا أأتي أو أنا ساكن أو أنا من سكان يعني كندا. فالسؤال where do you come from؟ ليه استخدمت do؟ علشان الفاعل في الجملة هو I، والفاعل هو في المصدر، فقلت do where do، والصيغة الموجهة أنا بقول you أنت. لما واحد بيقول لي أنا من مصر، فبقول له أنت منين؟ تمام؟ فواحد إذا شخص قال لك أنا من السعودية، فأنت تقول له من أين أنت؟ من أين أنت هي where do you come from؟ واتفقنا إن الفعل come، أوكي، يأتي في المصدر، أو أي فعل في إذا كان في صيغة السؤال فهو يأتي في المصدر في المضارع البسيط. ملحوظة، يوجد أفعال مساعدة تسمى do أو does في صيغة السؤال، ونستخدمها دائما في صيغة السؤال. Where do you come from? I do not go away very often. What does this word mean? ماذا تعني هذه الكلمة؟ وليس what means this word، لأن السؤال الأفعال تأتي في المصدر، ففي هذه الحالة هي خاطئة. What means هي ليست مصدر، means أضيف لها اسم، فهذه غلط، not what means. فعلشان الفعل في هذه الحالة غلط، فبنستخدم what does. What does this word mean؟ فدائما إن أتى الفعل المساعد does، يكون الفعل الرئيسي mean في حالة المصدر، في صيغة المصدر، ودائما الأفعال كلها في صيغة المصدر. ولكي يكون الفعل في صيغة المصدر، يجب أن نستخدم do أو does في المضارع البسيط. Rice doesn't grow in cold climates. لا ينمو الرز أو الأرز في المناخ البارد. Rice هو رز اسم، does not. استخدمت does not لأن rice هي تعبر عن الضمير الغائب، هو it لغير العاقل، وبالتالي يجب أن يكون الضمير المساعد بعدها هو does أو does not. ففي الأغلب بنستخدم does not في حالة النفي في الإجابة، فقط. أما إذا كنت تريد أن تجعل هذه الجملة كإثبات، أي تريد أن تقول أن الأرز ينمو في المناخ البارد، فتحذف الفعل doesn't وتقول rice grows، تضيف s للفعل grows. Rice grows in cold climates وليس doesn't، إذا أردت أن تجعل هذه الجملة في حالة الإثبات. أما إذا كنت تريدها في النفي، فيجب أن تضع الفعل المساعد does not. وهذه هي استخدام الأفعال المساعدة في الجمل. Okay. In the following examples, do is the main verb. Do you do what or doesn't do? يمكن أيضا استخدام الأفعال المساعدة كفعل رئيسي، أي له معنى. بمعنى إذا قلت لك what do you do، فأنا أريد أن أعلم ما هي وظيفتك، وليس ماذا تفعل الآن. وهذه أخطاء، يعني من أكبر الأخطاء الذي يقعون فيها معظم الأشخاص الذين يتعلمون لغة إنجليزية، وهي أن يغدوا الكلمة بحرفيتها وليس بمعنى الجملة. فمعنى الجملة أو التعبير هو ماذا تعمل، أو ما هو عملك. ما هو عملك هو التعبير، هو الترجمة الصحيحة لهذه الجملة. ما هو عملك؟ What do you do؟ وقد أضيفت بعض العبارات أيامنا هذه، مثل What do you do for a living؟ What is your job؟ ما هي وظيفتك؟ فكلها هي أمثلة لإجابة واحدة. I work in a shop. أنا أعمل في محل. He is always so lazy. He is always so lazy. هو دائما كسول جدا. He is always so lazy.
He هو ضمير الغائب يعبر للذكر. Is هي he is هي اختصار لكلمة he is. He is. Always so lazy. Always حال و so حال lazy صفة كسول. هو دائما كسول. He doesn't do anything to help. لا يفعل أي شيء للمساعدة. لا يفعل أي شيء للمساعدة. فهو دائما كسول. Okay. We use the present simple to say how often we do things. نستعمل المضارع البسيط لنقول كم عدد المرات أو متى باستمرار نفعل هذه الأشياء. مثلا I get up at 8 o'clock every morning. كل صباح أصحى أو يعني get up اللي هو يقوم من النوم يعني يقوم من النوم الساعة في الساعة 8 صباحا بالضبط o'clock يعني بالضبط. Okay, I get up at 8 o'clock every morning. في كل صباح أصحى يعني أو يقوم من النوم الساعة 8 صباحا. How often do you go to cinema? Or how often do you go to the dentist? كم مرة أو غالبا بتروح لطبيب الأسنان؟ كم مرة؟ أو هي مش كم مرة، هي الاستمرارية. هل تروح باستمرار أم لا تروح باستمرار؟ أم تذهب باستمرار أم لا؟ How often? Julie doesn't drink tea very often. Julie لا يشرب الشاي كثيرا من المرات أو غالبا لا يشرب الشاي غالبا أو دائما. Robert usually goes away 2-3 times a year. يذهب دائما روبرت إلى الرحلات مثلا go away اللي هو يذهب بعيدا عن المنزل يعني ليترفه بعض الشيء. يذهب للجبال كامبينج يخيم أو يذهب مثلا لرحلة ما. Okay, Robert usually goes away 2-3 times a year. مرتين أو ثلاث مرات في السنة. Okay. آخر شيء في المضارع البسيط هو I promise or I apologize. أنا أوعدك أو أنا أعتذر لك. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. هذه الأفعال تأتي دائما في المضارع البسيط. Okay? Promise, suggest, I advise, insist, agree, refuse وهكذا. يوجد المزيد من الأفعال تأتي في صيغة المضارع البسيط أو تأتي في صيغة لا تضاف لها إس أو إي إس أو أي إس. هي تأتي في هذه الصيغة زي كما نقول في اللغة العربية حاجة شاذة. Okay? مختلفة فلا نقدر أن نطبق عليها القواعد. فلا يمكن أن أقول I am promising في حالة المضارع المستمر. ما ينفعش أقول I am promising. okay. كلمة promising هنا غلط لأن هذه الكلمة تأتي في المضارع البسيط. I promise I won't be late. I won't be late. What do you suggest I do? Okay. Or they promise. In the same way we say I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse. ولكن إذا أردت أن أستخدم he okay, فيمكن إضافة إس للفعل لأن إس هنا في هذه الحالة تعبر عن he okay. لكن هذه في استخدام المضارع البسيط فقط. فلا يمكن استخدام هذا الفعل في المضارع المستمر أو أي اسم أخرى. فيستخدم في المضارع البسيط. ومن قواعد المضارع البسيط أنا أقدر أضيف S okay. أو ES أو IES. لكن بعض الأفعال لا تقبل هذا وبعض الأفعال تقبل هذا. فيجب أن تبحث لترى ما هي الأفعال التي يمكن أن أضاف لها S وما هي الأفعال التي لا يمكن أن أضاف لها S. I promise He promises. لو حطينا he مكان I أو نضع هي مكان I يصبح الفعل promises. He promises he won't be late. What do you suggest I do?
السؤال دائما يأتي في حالة المصدر. أوكي، في مضارع بسيط. What do you suggest I do؟ وبهذا كنا انتهينا من الدرس الخاص بنا، وهذه هي الأسئلة الدرس. Complete the sentences using the following verbs. كمل هذه الجمل باستخدام هذه الأفعال في المضارع البسيط وضعها في المكان المناسب. Put the verb in the correct form. ضع الفعل في الصيغة الخاصة به. إن كان في سؤال، يا ترى الفعل هيضاف له اس ولا اس ولا بدون إضافة؟ ولو كان في إجابة، يا ترى not دي تعبر عن إيه؟ أوكي، إحنا قلنا do not does not. هنشوف ضعها في الجملة المناسبة. أوكي، use the following verbs to complete sentences. Sometimes you need the negative. إن كانت الإجابة صحيحة، أي الرز لا ينمو في بريطانيا، فنضع does not or doesn't. وإن كانت الإجابة صحيحة فنقول grows. Okay. You ask Liz questions about herself and her family. تسأل أسئلة لشخصية اسمها ليز، وتسألها عن نفسها وعن عائلتها. Okay. How often do you play tennis؟ باستمرار، هل يعني تلعبين تنس باستمرارية؟ أو غالبا؟ أو هل تلعبي تنس دائما؟ Okay. Okay. I apologize. I insist. I promise. I recommend. I suggest. Okay. استخدم هذه الأفعال في هذه الجمل. شكرا لحسن استماعكم. إن كان لديكم أي سؤال في هذا الدرس فيرجى كتابته وإرساله لنا عبر الكورس. شكرا لكم والتوفيق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.